يختتم الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني حمدي الصافي مشواره ولقاءاته في البطولة الإفريقية لأندية سيدات الكرة الطائرة رقم 30 والتي ينظمها الأهلي خلال الفترة من 14 وحتى 26 من مارس الجاري، وذلك بمواجهة فريق قوي وعنيد ولديه كافة مقومات التتويج ألا وهو فريق قرطاج التونسي. الأهلي نجح في تصدر مجموعته الأولى بالعلامة الكاملة بعدما فاز على كل منافسيه بنتيجة واحدة ألا وهي 3-0 على كل من كانون الكونغولي، يو اس اف اي البوركيني، الجمارك النيجيري، قبل أن يفوز على الشمس بنفس النتيجة في دور 8، واختتم مشواره بالفوز على الأنابيب الكيني بنتيجة 3-1. فيما تصدر الفريق النسائي بقرطاج المجموعة الثانية بعد الفوز على كل من سبورتينج المصري، دي جي اس بي الكونغولي، البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-0، وهي نفس النتيجة التي فاز بها على فابل الكاميروني في الربع النهائي قبل أن ينتزع فوزا صعبا من المجمع البترولي الجزائري. تبدو المواجهة قوية للغاية، تحتاج تركيزا من نجمات طائرة الأهلي مع كل نقطة في ظل امتلاك قرطاج للعديد من اللاعبات المميزات من أصحاب الخبرات الدولية، وتأتي على رأسهن قائدة الفريق مريم بريك، إضافة إلى رغبة الفريق في تعويض خسارته أمام الأهلي بنهائي العام الماضي في اللقاء الذي حسمته لاعبات الأهلي سريعا. الأهلي يتسلح بجماهيره الوفية التي حرصت على مؤازرة الفريق منذ اللقاءات الأولى في البطولة طمعا في حصد النجمة العاشرة وضمها لدولاب بطولات القلعة الحمراء.